يا الله يا كريم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوه والاخوات اللي راكم فينا على صفحة المصالحه الجزائريه تحياتي لكم جميعا فردا فردا حبيت باش ندير تعليق حول ما سمي بالاستقالة نتاع عمار سعداني وقبل ما نمد رأيي تاعي ولا التحليل تاعي حول الاستقالة بيودي هو انه نعودو للوراء لانه ما نقدروش نفهم هذا الاستقالة لو كان ما نعاودوش نرجعو ونشوفوا الكرونولوجيا نتاع الاحداث والتسلسل نتاعها المنهجي أه ما نقدرش فيما بعد نفهموا الاستقاله هذه اولا هذا عمر سعداني انا ما عندي حتى صالحه معه، وما هوش عدو نتاعي بعيد عليا وبعيد عليه هو من واتسوف وانا من الولايه نتاع البرج ما عنديش حاجه اللي تربطني به ما عندي حتى مشكلة خاصة معاه لا معاه ولا مع العائلة نتاعو آه هو ينتمي للحزب نتاع جبهة التحرير الوطني آه ناضل في الحزب نتاع جبهة التحرير الوطني وصل الى مستوى معين مشى مع النظام خاصة في المرحلة هذه نتاع التسعينات نتاع القتل ونتاع التصفيات ونتاع الاعتقالات كرم مثل مثل كثيرين كاين الناس اللي وصلوا للمناصب في الوقت نتاع الفتنه في الوقت نتاع اللي كانت الناس تبكي وكانت الناس تفقد في المناصب نتاع الشغل نتاعها في الوقت اللي الناس كانت تذرف الدموع نتاعها كانت الناس تفقد في الممتلكات نتاعها كانت الناس تفقد في الفلذات نتاع نتاعها الى غير ذلك ظهروا ناس انتهازيين كانوا هما يملؤوا في الفراغ هذا كاين اللي صار صحافي في قناه تلفزيونيه وين انو الناس دفعت الارواح ماتت كاين ناس اللي ايضا خرجوا من الجيش كاين ناس اللي خرجوا من الجيش وكاين ناس اللي دخلوا دخلوا بالرشوة دخلوا بكذا المهم راكم تعرفوا هذه المسألة بدون منظر دخل في التفاصيل تاعها عمار سعداني هو ظهر بدل الاسم نتاعو يبان في هذه الفطرة هذه نتاع الدم والدموع لا علينا المهم في مرحلة صار هو رئيس نتاع المجلس الشعبي الوطني بعد واش بعد بالخادم وباش تعرفوا فيما بعد علاش الصراع بينه وبين بالخادم الخادم جا هو المهم جا في الفترة هذه أه بعد بالخادم الخادم ما, ما نقول انا في الـ في, ال في التسعين و الواحد لا لا المهم هو جا بعد بالخادم الخادم جا بعد بالخادم الخادم جا جا قبل الله اعلم هذاك بن صالح هذاك المهم الا كان راحت لي بعض الامور والله ممكن الاخوه اللي راكم تتابعوا فيا على المباشر هو انه تولي لبعض المسائل كما بامكان الاخوه اللي راهم يتابعوا فيا ويعرفوني وعندهم علاقه تواصل بيا راني موجود على السكايب الخاص تاعي بامكانكم تكتبوا لي بعض الرسائل هكذا تنبهوني لبعض الم... الاشياء فقط اذا هذا واسمه سعداني ظهر هو في الفتره هذه نتاع التسعينات المهم فيما بعد آه تعرفوا باللي بوت في جا في الـ 99 بعد ما آه اقتنع زروال باللي العصابه المجرمه ما معهاش ما معهاش مخرج فضل هو يستقيل من بعد آه طلبوا من بشير بومنجا كان في موسكو هذه المعلومات ما كانوش الناس يتكلموا فيها خلاص درك الان راه الناس كلها حلت حلت الغابه معذره راني ساعه ساعه ربما يكون الكلام تاعي جارح ولكن نحكي في الحقيقه كاين بعض من الناس اللي كانوا يخدموا كانوا مع بوتفليقه كانوا يدعموا فيه وكانوا مع التوفيق وبالذرك الذرك راه مازال منهم اللي راهو ماذا به يرجع توفيق المهم من بعد صاروا محللين وصاروا المهم هو هذا سعداني بعد ما جابو تفليقه هو مشى معاه مشى معاه في العهد الاولى والعهد الثانيه والعهد الثالثه والعهد الرابع لما كان وسمه بالخادم على راس الجهاز نتاع لفلان بعد ما صار المشكل هذاك في جبهه التحرير الوطني لانه بالخادم كان عنده طموح وكانوا ناس كانوا رافضين هو انه يبقى بوتفليقه في الحكم قالوا له جبناك لمده معينه درت المهمه اللي اللي طلبناك فيها خلاص تسهل تمشي وتروح وكانوا ناس رافضين وراه الان الحمد لله راه كاين بعض التسجيلات بالصوت وبالصوره يعني مش راني نقول في شيء يعني يكفي هو ان استدل بالتصريح نتاع اللي كافي اللي راكم شفتوه ورانا نشرناه على الصفحه نتاع المصالحه وراه موجود يعني في في صفحات واحد اخرى راه را موجود في موقع نتاع اليوتيوب الى غير ذلك راه نشروع ما حنا اللي نشرناه حنا رانا قعدنا فقط النشر نتاعو المهم راكم تبعتوه يعني هذا دليل باللي كانوا الناس اللي كانوا في السلطه كان يعني كافيرا واحد من الناس ربي يرحمه راه واحد من الناس اللي كان مع هذه العصابه استعملوه بالغباء نتاعو استعملوه للطيبة نتاعو المهم استعملوه وراه كان ضد البقاء نتاع بوتفليقه ومش غير هو لا علينا، المهم هذا واسمو سعداني جابوه في الفطرة وين انه باش ينحيوا بالخادم، لماذا؟ لأنه هذه لازمكم تفهموها، هذه قاعدة، أنا نتكلم مع, أن مع الجينيراسيون اللي ربما ما عندهمش إلمام بالسياسة، الناس اللي راهم فاهمين السياسة، وعندهم باع في هذا المجال، العبارة هذه ما تخصهمش، كي نقول لازمكم تفهموا ما رانيش ندعي في الفهم والله. حتى باش البال تاعكم بعيد الناس كاين بعض الشباب هكذا اللي ما يفهموش هذه المسائل العمر تاعهم صغير ربما ما عندهمش تجربه فقط على جال باش نولهم بعض المسائل المهم هذه المساله باش تفهموها نتاع جبهه التحرير جبهه التحرير هي الغطاء نتاع هذا النظام الامين انت العام نتاع الحزب هو اللي دائما يديروه يعني هكذا في, الـ في, الـ في الواجهة ويمروا من خلاله الرئيس لما هذا الأمين العام يكون ضد الرغبة نتاع الرئيس اللي راح يديروه يقحزوهم الطريق هذه قاعدة خذوها وشوفوا جربوها الأمين العام نتاع حزب جبهة التحرير لازم يكون ماشي في الخط وشوفوا الكرونولوجيا نتاع الامناء هذو نتاع جبهه التحرير شوفوا واش داروا المهري لانه عرض زروال جبدوا به الطابي بالخادم من بعده واش يسموه بن حموده بدا يفهم يلا برا جابوا بن فليس بدا يفهم برا بالخادم بدا يفهم برا الان الدور نتاع سعداني هذا سعداني درك نجيو للاستقاله نتاعو المهم هما الحزب نتاع جبهه التحرير راهم يحضروا عندهم الانتخابات الشرعية عندهم الانتخابات البلديه والولائيه وعندهم الانتخابات الرئاسيه المهم هذا الشيء اللي راهو يدور كله حول الخلافه نتاع بوتفليقه هذا سعداني احتاجوه لانه هو كان ماشي في الخط نتاع بوتفليقه جابوا لونتوراج هذا نتاع بوتفليقه أن ندخلوا في النقطه هذه لانها مهمه جدا على جال باش نفهموا الامور هذو المجموعه نتاع العسكر كانوا ماشيين مع بوتفليقه هم اللي جابوه فيما بعد بوتفليقة مش إنسان سهل رغم أننا نختلف معه رغم أننا ضده ما نش في في 2016 كنا ضده لما جاء في سنة 1999 والأجهزة نتاع المخابرات وانتاج الشرطة راهم يعرفونا ذرك هذا بوتفليقة كي جابوه. بوتفليقة ليس إنسان سهل إنسان موالف بالإنقلابات وانسان مؤلف بالمؤامرات والناس مم... وانسان موالف بال بالتخلاط مالف بهذا ال... الانقلابات وكذا مش انسان سهل بالتالي هو وعنده اصدقاء عنده عنده معارف عنده ناس في الخليج اولين يدعموه بالمال وعنده ايضا اصدقاء نتاعو في الغرب سواء في امريكا ولا في فرنسا ولا عنده الاصدقاء نتاعو وهذا الناس اللي في الغرب هما يلقاو صلاحهم مع بوتفليقة بالتالي ما يفرطوش فيه لانه هما كانوا محتاجين الانسان سياسي استعملوه وهو مش انسان سهل هو ايضا كان كان هو حاب ينتقم من الناس اللي هما همشوه ما بعد الاغتيال نتاع هو بومدين مدين ربي يرحمه المهم <applause> آه المهم نواصل في المداخلة نتاعي اللي ما راهوش يعني معني بالكلام نتاعي يقدر يروح يرقد ما ما راكمش محتومين باش تبعوني الاخوة اللي راهم حابين يسمعوا وحابين يستفادوا من المداخلة نتاعي اللهم بارك هذوك اللي نتاع السب نتاع التشوية هذوك رانا نعرفوكم الهدف نتاعكم راه معروف رانا نعرفوكم مش حاجة جديدة بالنسبة لنا على اية حال المهم بوتفليقه في المرحله هذه هو الناس هذو اللي كانوا في الجيش كان مساعدهم الحال لانه هما كاين منهم اللي كانوا رايحين يجرجرون للمحاكم الدوليه يعني بدءا بين الظهر كانت فيه بعض المطالبات بالتدخل نتاع جهات دوليه خاصه في في المجازر وكينا شهادات وكينا وثائق وكينا طلبات راها مسجله في المحاكم الدوليه من بعد هو جا ش اللي منحهم وش هو منعتهم من الاحداث نتاع سبتمبر لما صارت الاحداث نتاع سبتمبر امريكا خلاص رفعت يدها على بعض الاسلاميين اللي كانت تدعم فيهم في افغانستان رفعت يدها عليهم من بعد آه هذو المجموعه نتاع المخابرات لقاوهم الفرصه نتاعهم على جل باش يعقدوا صفقات مع امريكا ومن ثم بدات مرحله واحده اخرى بوتفليقه جاء في هذه الفرصه هذه هو جاء في 99 الاحداث نتاع سبتمبر جات في 2001 من 2001 بدات تتغير المعطيات في الجزائر والسبب اني يعني قلت لكم الرئيسي هو الاحداث نتاع سبتمبر يكذب عليكم كذب زروال اللي هو عسكري عسكريه مشي مشي مش سياسي عسكري ورغم الانضباط المعروف في الجيش ومع ذلك ما قدر يدير والو ورغم انه كانوا هذو الجماعه نتاع لايس كانوا هما اللي كانوا آه في حوار معاه واللي كان من بين الحاضرين هذا علي بن فليس اللي صار فيما بعد هو آه الامين العام نتاع هو وكان هو اللي حكم له الحمله الانتخابيه المهم الشيء التحول صرى بعد الاحداث نتاع سبتمبر فيما بعد هو بطبيعة الحال كان هنا هناك معطيات اقتصادية في الجزائر بحيث هو أنه كانت هناك الارتفاع تاع الأسعار تاع البترول إلى غير ذلك من الأشياء اللي ساهمت هي اه على جل باش هو بدا يتحسن الوضع في الجزائر تدريجيا المهم اه الناس هذول اللي كانوا داخل الجيش لقاوهم مرة نتاعهم على جل باش هما اه يخرجوا من هذه الذائقة والمتابعات الدولية واستطاع هو بالمكر نتاعو على جلب باش هو يمنحهم حبوا يديروا دوك الجماعة هذو اللي كانوا في نتاع لايس بعض الأشياء اللي يقولوها وكاينة بعض الأشياء اللي ما يقولوهاش وحنا كلام هذا اللي راني نقول لكم فيه رانا قلناه ولما راني نقول في هذا الكلام راه ربي يعلم إلى كان راني نقول فيه ريا الكلام راه مسجل بالصوت وبالصوره راه موجود في اليوتيوب اللي يحب يشوفوه ويحب يروح يتابعه هذو الجماعه نتاع لايس كانوا ممش قادرين باش هما يواجهوا الدوله كان منهم اللي في الجبل والله لا سلاح لا عنده ما عندهمش السلاح بالتالي هما هما لقوا كيفية على جلب باش يخرجوا هما ويساهموا ساهم الموقف نتاعهم هذه اشياء ثانية ما لازمش الانسان ينكرها، الموقف نتاعهم ساهم إلى حد ما في وقف بعض المجازر وإنقاذ بعض الأرواح، هذه الانسان ما لازمش ينكرها ساهموا يعني إلى حد ما دوك القضيه تاع السياسه ونتاع الحسابات والخساره والربح هذاك امر ممكن نناقشوه المهم حنا نتحدث على الاشياء المرتبطه بهذا الوضع اللي حنا رانا عايشين فيه والاستقاله نتاع سعداني آه بوتفليقه هما عارفين باللي لو كان يبقى مده آه معينه راهو رايح يدور عليهم هما دائما الرئيس لما يجيبوه يعطيو له مده معينه ومن بعد يبداو يخنقو فيه وكما قلت لكم في بدايه التسجيل بوتفليقه ماهوش انسان سهل يعني لما يحب يضرب واحد ما يضربوش مباشره كما راه جايبها هذا الطنا هذا سعداني هو يروح يضرب له الحاشيه نتاعو ما يضربوش هو مباشره يروح يدور به يدوروا بالاقربين نتاعو بالاصدقاء نتاعو بالعشره نتاعو بكذا بكذا يخليه هو الاخر من بعد يطيح يطيح وحده هو بوتفليقه وقتاش وبعد آه ما مرض المرض اللخرة هذيك هو بعد ما مرض المرض اللخرة حركوهم بعض الاحزاب ويخيرنا تحدثنا عليها إذا نتاع وطني وتحدثنا عليها في بعض التسجيلات حركوا بعض الاحزاب من بينهم هذاك جيلالي سفيان ونعيمة صالحي ومجموعه هذوك اللي في المغاربيه تحرك فيهم المخابرات على جال باش يستعملوا هذيك الماده تاع 88 من الدستور والى غير ذلك كان تحرك فيهم الجهاز تاع المخابرات كاين اللي يخدم معاهم وكاين اللي بعثوا له واحد قال له وكذا وحنا ورانا مش قابلين والجيش وكذا وكذا وكذا, وكذا ويعمروهم يمانيبيليوهم بطريقه غير مباشره حركوا بعض الاحزاب هكذا واستعملوا أه أه هذه الجهاز وسمو القناه هذه نتاع المغاربيه المخابرات تماشيه بها مئة بالمئة بطبيعه الحال دوك طنوها البكري هذوك نتاع <applause> وسمو راهم يشوفوا فيها باللي باللي قناه نتاع معارضه فهمت ولكن هي ما عندها حتى علاقة بالمعارضة ولا عندها علاقة بالفيس فيها ناس اللي راهم من الفيس ولكنهم هما راهم يخدموا في المخابرات بلا ما يطلبوا منهم يقدموا لهم في الخدمات المجانية لماذا؟ لأنهم ما عندهم حتى علاقة بالإعلام ما عندهم حتى علاقة به يعني دير رسالة ما على بالوش رايحة يعني بعدين شكون اللي يهضمها شغل يخدم يخدم بلا ما وراه في, في بالو بلي راهو ي... المهم استعملوها هو كي جا لفرنسا مباشره بعد ما رجع حط فيهم ليت وبطبيعه الحال مش هو كان معاه القايد صالح حط فيهم ليت عن طريق القايد صالح بدا فيهم بداو بهذاك اللي كان حاكم الاعلام وجو بالواحد بدا هذاك جبار مهنا وجا وجو وجو معاها من بعد هذا سعداني حطوه في الجهاز نتاع الفلان هذا سعداني دوك نجيو الاستقالة نتاعو لو كان هذا سعداني عنده امور صحيه كما راه يدعي وعلاش هو يقبل بهذه المهمه تاهز جبهة التحرير لو كان نقولوا مثلا عنده عشر سنين هو راهو في حزب جبهة التحرير قال مثلا راهو امين عام والله راهو قال مثلا عنده 15 سنه والله عشرين سنه وقال والله السيد هذا راهو كبر وشاخ وخلاص درك راهو الان يعني الله غلب يدير يدير الاستقاله نتاعو ويروح لكن الامر ليس كذلك ودوك نعطيو بعض الادله اللي تدحض هذه الفرضية نتاع الاستقالة والفرضية هذه نتاع المرض كلكم يعرف درك إذا كان ذرك سعداني آآ الناس اللي تبعوا أنا كنت نتبع في المداخلة نتاعو المباشر لما كان في اللجنة المركزية كان واحد من الإخوة هكذا دايرها عن طريق الهاتف النقال تبعتها مباشرةً كان يتكلم هو في اللجنة المركزية، الأعضاء دكتور اللجنة المركزية، تفهم أنت من خلال الكلام نتاعو في اللجنة المركزية هو أنه هذه المسائل محظرة، يعني ما جاتش حاجة جديدة، أولا سموها باللي اللجنة المركزية هذه الدورة هذه اللي داروها دورة عادية، ماشي دورة استثنائية. دوره عاديه بمعنى ان الامور عاديه جدا النقاط اللي ناقشوها ما ناقشوش هذه القضيه نتاع الاستقاله حبين باش يفهموا الناس اللي ما يعرفوش بلي المساله راها اراديه من عند سعداني علاش خلوها هي الاخرى لكم علاش لأنه لو كان بداو بها هي الاولى لو كان سيستيماتيكيا في القانون الداخلي راه رايح يكون الاكبر سنا هو اللي راه رايح ياخذ المسؤوليه ومن بعد يمشيو الاشغال نتاع المؤتمر وراه رايح يخرج امين عام اللي ما راهمش في الحسابات هما دونك هما مادام راهم مخطينها باش تخرج كيما راهم مخطين لها قال هاو المقرر شكون هاو اللي يتكلم شكون هاو اللي يصور شكون هاو اللي يصرح شكون وخلاوها هي اللخرة خلاص باش يعنو الاستقاله وباش يخليوها حتى انه هو اللي اقترح انت راك استقلت يعني علاش خلاص استقلت روح هو اللي يقترح هذا جمال ولد عباس ويطلعه هو الاخر وقبل ما يبداها طلب من هذوك الحضور اذا كان واحد معارض ولا يطعن في الشرعيه نتاعو وكل معاه ما كان حتى واحد راهو معارض ليه لماذا قالها على جلبش باش هو يقول باللي راهو استقال بالاراده نتاعو لو كان يا سعداني راك استقلت انت بالاراده نتاعك حبيت انت فعلا تستقيل وحبيت انت فعلا كما تقول باللي أه لاسباب صحيه كان المفترض هو انه ما دام راكم رايحين تعقدوا هذه اللجنه المركزيه ديروا هذه الدوره ديروا الدوره العاديه في اللجنه المركزيه من الاول تدخل في الاشغال اذا كان فعلا يعني حزب ديمقراطي وتمشيوها في اطار ديمقراطي صحيح من الاول تدخل في الاشغال باللي راهو الحزب هذا وتخلي فيما بعد للمناضلين والوسمو على جل باش يترشحو ولا القيادات هذو على جل باش يترشحوا للمنصب هذا نتاع الامانه العامه ولكن هي ما مشاتش هكذاك لماذا لانها مخدومه وزيد هذه التصريحات اللي نتا اعلنتها منذ ايام نتاع بالخادم حركي ومن عائله نتاع حركه وانت هذا التوفيق هو راس الضباط نتاع فرنسا هذي نتاع واحد مريض ترك تقول فيها وتتعنطر وش علاقه التصريحات نتاعك بالاستقاله كاش واحد عيطلك لك في التليفون وقالك تبلع فمك برا يا سعداني والله يهزوك في بلانكارة جاوبنا عليها وش علاقه نتاع الاستقاله نتاعك بالتصريحات نتاعك ضد الجنرال توفيق وضد ضباط فرنسا اللي هما نزار والجماعة الاخرين وش علاقة الاستقالة نتاعك بالمجاهدين هذوك زهرة ظريف وياسف سعدي والمجموعة الاخرى وش علاقة نتاع الاستقالة نتاعك بفرنسا لانك انت كنت تتكلم على رشيد نكاز ولا لابارتمون تاع فرنسا وتصريحات تاع فرنسا واش علاقه انت الاستقاله تاعك بفرنسا حبيت فهمنا باللي زعما شغل اللي دوائي آه صحيه استقلت من حقك على جل باش تستقيل في ظرف عادي من حقك لو كان دخلت انت للامانه العامه انت حزب جبهه التحرير بطريقه ديمقراطيه من حقك على جل باش تستقيل وتخرج بالحزب وقت ما حبيت ولكن ما, ما تستغبيناش لا انت ولا المجموعه اللي راها معاك ولا هاد الناس اللي راهم مكلفين بمهمه راهم في فرنسا راهم في بريطانيا منهم اللي راهو صحفي ومنهم اللي راهو ضابط واحد لعبها معارض واحد لعبها ناشط سياسي واحد لعبها حقوقي واحد رانا را نعرفكم ان بار نعرف الناس المناضلين الحقيقيين الناس اللي عندهم مواقف ومبادئ ثابته ما تغيرش فيهم الكرنفالات كانوا ضد بوتفليقه في العهد الاولى نتاعو والثانيه والثالثه والرابعه موشي اللي كيما هذا اللي وش اسمه هذا اللي اقترحته اللي هذا الدستور هذا الدستور اللي درتوه توما هذا كلامكم قلتوا باللي راكم الدستور جديد وقلتوا باللي غلقتوا هذه العهدات وما زال هذا ولد عباس يرشح بوتفليقة في 2019 هذه روحوا احكيوها للاطفال الرضع ربما بلك تفوكش واحد رضيع مش الناس اللي راهم يديروا في السياسة وراهم قاريين علم النفس وعلم الاجتماع وراهم قاريين قاريين العلوم كلها يعني ربما تتمروها على الأطفال كيفاش جيت فهمنا أنت دوك باللي لأسباب صحية استقلت يعني بوتفليقة راهو أصح منك ولا كيفاش بوتفليقة اللي بالكروسة وزيد هذا وش اسمه هذا ولد عباس يقول لك الشي اللي جمعك وبينك وبينه ما قالش الجزائر قال الشي اللي جمعني بينه وبين سعداني جمعكم بوتفليقة تلاقيتو على بوتفليقه نس تلاقى على المبادئ الناس تلاقى على الاخلاق نس تلاقى على قضيه قضيه وطنيه انتم تلاقيتو على بوتفليقه وتلاقيتو على فلان لفلان فوق الجزائر وغير لو كان جيتو يعني فعلا تمثلوا جبهه تحرير الوطني الحقيقيه والله العظيم غير نقبلو لكم راسكم والله لو كان رجعتو جبهه التحرير غير الوقت مهري برك انا أدرش حنا على جبهه التحرير نتاع الاولين غير لو كان رجعتوها غير الوقت مهري برك وين أنو الامين العام لما يتحدث تشبع تقعد تسمع برك سمعا وطاعة يا شيخ السياسيين تتكلم في كلام قهاوي تصريحات نتاع واحد مع واش راهو يهدر قادر تدير فتنة داخل الجيش تصريحات هذيك يقولها واحد مثلنا على صفحة الفيسبوك والله في اليوتيوب والله حتى على قناة فضائية يقولها آمين عام أنت حزب جبهة التحرير الوطني حتى إذا كان صحيحة كن قدمته للمحكمة. كيف تعرفوا هذا الحركة وهذا الخوانة شكون اللي انت يعطي لك انت هذا الملف انت توفيق يعطيه لك واحد ضابط من المخابرات يلغملك الملف باش يحطك امام المحرقة يعطيه لك واحد من جماعة الجيش ويقولك لك يلا انهبو ومن بعد يتبرأ منك خلاص له في التليفون تلقاه مغلوق ما هدرت معايا ما سمعتني ما تعرفين ما نعرفك يعطيه لك يحطوه لك يحطوك يحطوا لك راس المزبره ومن بعد يسحبوا بك الطابي وها الشي اللي داروه لك لك طعم وكلكم هكذا تحوسوا على الحصري هاو الحصري نتاعك وين وصلك الاخ اللي قلت لي ما قلت لك شنو المغاربية نتاع مخابرات قلت لك تخدم في المخابرات فهمت الأخ اللي مسمي روحك بشير والأخ اللي مسمي روحك بالقسم مشي قلت لك أنا ما أنت بلي أسست أسست هالمخابرات لا أنا مانيش من نوع هذاك اللي اسمه كاينين اللي راهم ما يخدمو بنيتهم ولكن كاين اللي راهو يخدم في المخابرات نعطيك أمثلة علي بالحاج علي بالحاج هو من المخابرات لا لا بصح مرات هو يخدم في المخابرات يقدم لهم في الخدمات الجليلة يخرج في الوقت اللي هما يكونوا يبحثوا عليه يخرج هو ومش غير هو عوض هو انه قال مثلا جي زوبعة هو يسكت هو يروح يروح للشي اللي راهم يحوسوا عليه هذو كيف كيف هذو نتاع المغاربية انا ما قلتلكش بلي راهم هما زعما أه وش اسمه قناة أسوها هما وراهم ميمولوا فيها أنا ما نقولش الكلام هذاك لو كان ما تكونش عندي أدلة قاطعة ما نقولش هذا الكلام ولكن أه كاينين اللي يخدموا في في المخابرات يخدموا فيهم يعني بالمجان فهمت لماذا لأنه شوف في الإعلام الناس اللي راهم قراو الإعلام وراهم داروا الدراسة راهم على بالهم هذه الأمور أنت الصورة صوره برك نعطيك مثال برك صوره برك صوره راه دايرين عليها دراسات نسرها دايره عليها دراسات هاك تشوف نعطيك مثال برك فيلم مثلا فرنسي وفيلم جزائري الفيلم الجزائري بالدارجه وما تفهموش وفيلم فرنسي بالفرنسيه حتى اذا انت ما تفهمش الفرنسيه تفهموا لماذا لانه هذوك الناس قاريين الحركات السينمائيه ويستخدموها في الوقت المحدد الناس اللي راهم قراو السينما راهم يعرفوا الحركات السينمائيه وقتاش يستخدموها لي بلون والى غير ذلك وهذوك يصور وخلاص تسمى انت لما تشوف انت الفيلم هذاك ولا الاخر ما تفهموش درك هذو ما راهمش هما يطبقوا في هذوك الاخر يجيب لك انت انسان ما عنده حتى علاقه بالاعلام وحاطه هو راهو يتكلم انا شكون انا مواطن برك الاخ الكريم وقل لي انت شكون هذه هي المساله درك هما هاد الناس اللي راهم هما في القناه كاين منهم اللي راهو بنيته راهو يخدم خدام كاين اللي راهو خدام خدام شهر ما, ما لبلوش بالخط نتاع القناه ولا كذا وربما راه معطي له حريه وربما كذا ولكن كان الناس اللي راهم يخدموا يعني نعطيك امثله كيفاش نتا هشام عبود هشام عبود هذا شكون اليس ضابط في المخابرات هذا هشام عبود ما كانش ضابط في المخابرات راحوا ليل الليل <applause> وواحد من الجماعة نتاع الفيس كانوا الكلان نتاعو حابسين الكلان نتاعو حابسين اكثر من من عشر سنين وهو هو هو حابس وراه الفيديو نتاعو هو في اليوتيوب من الجماعة نتاع الفيس بعثنا لهم فيديو باش ينشروه على جل باش على الله كشما واحد من المحسنين يعني يعاونوا والله القضيه نتاعو هذيك على الاقل اللي يشوفوها الناس لربما كذا يعاونوا اخوه اخرين فيديو ما نشروش وشوفوا واش راهم ينشروا شوف جابوا ناس داروا لهم اسماء وصاروا ناس معارضين ورانا نعرفوهم مانيش نتكلم لك والله دوك قال ما انا عندنا محادثات معهم من قبل ما يديروا القناة هذه تحدثت أنا شخصيا مع بس مدني ومع بنو هذا اللي وتحدث مع عبد الله أنس على قضية القناة فهمت وناس آخرين مانيش نتكلم غير هكذاك برك من راسي فهمت وناس هذو رام راني رحت للثمة هذا الناس اللي جابوا فرحات مهني اللي هو راهو يدعي للانفصال فهمت فرحات مهني اللي يدعي للانفصال وجابوه ثم وداروا معه حوار وانا ندعي للمصالحه الوطنيه الحقيقيه نشرت كتاب وعطيته لهم ثم رحنا لثمه كاين واحد معايا الاخ يقولوا له شريف بالك لا أدراه هو يسمع فيا كنا ثم والتقينا مع عبد الله انس و له سلمت له يد اليد وكان معنا واحد من الاخوه اللي راهو موجود في مانشستر يقولوا له ياسين كان معنا هذا الكتاب اليد وغدوة باش نديروا لقاء ثم وكان حاضر معنا شوشان وكان حاضر معنا حسن زيتوني اللي راهو يخدم درك في الـ في, الـ في الروسيه وكان حاضر معنا واحد من الصحفيين انتو ثم جاب بالاخر بال لقاء ثم على من اجل نشر كتاب يدعو للمصالحه ما جوش حضروا فيه ثم قدامهم ويغطيوا لك في أحواج في عين صالح هذو يحوسو زعما على الاخر خليك يرحم باباك ثم قدامك انت عشيرك قدامك ما على بالكش بيه انت تتبرع لواحد في في غابه الامازون شويه خدم عقلك قدم عقلك يا حبيبي إذن هذه هي المساله الاخوه الاكارم فيما يتعلق بالقضيه نتاع سعداني اذا سعداني هذه المساله نتاع الاستقاله ما منها أه لما تشوفوا في اللجنه المركزيه كي داروا الاخر الاجتماع نتاعهم هذاك أه تشوفهم متفاهمين كان هذاك اللي كانوا دايرينو مسؤول تاع الاعلام تاعو ربما راهو يتبع في نظرك آآ كان يعني مصدوم قبل ما يعلن سعدني الاستقاله كان هو مصدوم بمعنى المكتب نتاعو كانوا على بالهم كانوا على بالهم والاعضاء تاع اللجنة المركزيه كانوا على بالهم بالمساله ربما ما مش كامل ربما كاينين ناس هكذا ولكن الاغلبيه على بالهم على بالهم باللي راهو رايح الاستقاله هذه وحده وعلى بالهم باللي راه مريحين يديروا هذا جمال ولد عباس وعلى بالهم بالتوقيت والدليل في ذلك التسريبات يعني البارح انا اعلنت على الصفحه نتاعي ما حبيتش ننشرها هكذا مباشره ولكن درتها في شكل هكذا قلت بلي انا شفت منامة هذا موضوع كنت بديته العام اللي فات شفت منامة وقلت باللي راني شفت بالخادم قال سعداني لو دامت لي ما وصلت إليك البارح أنا وصلني الخبر باللي راه راه يدير يعني إيه قال ما إيش استقال البارح وصلني الخبر وراهم سربوها بعض الصحفيين يعني مانيش نقول انا الاول اللي قلتها والله اعوذ بالله انا البارح وصلني الخبر كاين بعض الاخوه صحفيين اللي دولوها في بعض الصفحات نتاع الفيسبوك بمعنى انه سربوها سربوها البارح ومن بعد زادت تناولتها بعض الصحف من بينها قناه النهار تناولوها بمعنى الخبر مسرب لو كان جاء هو خبر راهو ليه هو فقط لو كان هو أه كان لو كان جات يعني قناعة قناعة باللي راهو زعما استقال لو كان هذا الخبر راهو أول الناس اللي يعرفوه هما نتوع اللجنة المركزية نتوع جبهة التحرير الوطني ويكون في وسمو الآخر تاع الإشغال يناقشوه يناقشوه ويخرجوا بنتيجة هو أنه باش باش يديروا ويحضروا على جل باش يكون هناك امين عام جديد لازم تكون فيها انتخابات لكن هما ما داروش هكذا هذه هي المساله هذه فيما يتعلق بالبنت سعداني ما هيش قضيه نتاع استقاله قضيه نتاع اقاله لانه تلاح في واحد الامور كبر منه بالاضافه الى انه كان هناك ترتيبات راها رايحه تكون المهم انا نطلب من كل الاخوه اللي راكم تتبعوا فيا وتثيقوا فينا ما لازمش تثقوا في اي انسان كاين الناس راهم مبيعوكم في الريح كاين الناس اللي راهم هذه هي المهمه نتاعهم قاعدين يخلطو كل مره كل ما جات فرصه نتاع تغيير كل ما جاء بريق نتاع امل يحاولوا هو انه يشوهوه يحاولوا هو انه ي... يثبطوا الناس يحاولوا هو انه يبعدوا الناس عن الحقائق كل مره يست... يجيبوا ملف هكذا يدوروا به الناس اسبوع كل مره يجيبوا قضيه يدوروا بها اسبوع ساعات هاي نتاع الطفل هذاك ساعات نتاع طفله ساعات نتاع مراه كذا ساعات كذا كل مره يجيبوا موضوع يدوروا به السمانه على جلبش يبعدوا الناس عن القضايا الحقيقيه بوتفليقه كلكم راكم على بالكم به باللي مريض يعني هل من المنطق هو انه يستقيل رئيس نتاع حزب اللي راهو داير باللي الحزب هذا زعما شغل هو العمدة نتاع البلاد ولا يستقيل رئيس نتاع دولة يعني ما هو الاسبق وما هو الاولى يا هل ترى هي الجزائر ولا الحزب اذا كان هذا رئيس حزب اللي ما راهوش هو الجزائر شحال يا سيدين نقولوا عنده مناضلين شحال عنده عنده مليون الجزائر فيها مليون الجزائر فيها 40 مليون شحال يمثل هو في الجزائر يستقيل واللي راهو متحكم في مصير نتاع 40 مليون ما يستقيلش ما يقدمش الاستقاله نتاعو اللي راهو الناس كاملة على بالها به باللي راهو مريض اذا هذه القضيه نتاع الاستقاله ما كانش منها قضيه نتاع اقاله درك أعلاش في هذا الوقت بالذات شكون هما الناس اللي من وراها الى غير ذلك من المسائل انا في اعتقادي بطبيعه الحال هذا يبقى الراي نتاعي ماكمش ملزمين به المساله هي قضيه نتاع اقاله وهذه كما كنت قبيل ذكرت انا على بوتفليقه قلت من انه انا موش انسان سهل <applause> لما كان صحيحاه مش درك موش انسان سهل وكان هو يضرب في الناس على جال باش يوصل للخصوم نتاعو درك راه بدا العكس درك أراه راهم طاحوا له درك طاحوا في في هذا وسمو سعداني كاين تحضيرات واحد اخرى دوكا تصرا فيه تغييرات معاكسة من اجل تحضير الخليفة ينحيو دوكا هذا سعداني دوكا راهم يوجدو في الامين العام تاع حزب جبهة التحرير الوطني دوكا لما يتعين الامين العام تاع حزب جبهة التحرير الوطني نعرفو نرى راه موجهين الكاب نتاعهم المهم راه كاينة تغييرات اخرى درك تجي كلها متزامنة مع التحضير للخليفه الجديد المهم الشيء اللي انا نوصي به خاوتي هذا الناس اللي راهم يبيعوا في الهواء باللي راه بوتف السعيد بوتفليقه هو اللي يحكم هذا ما تسمعولهمش اللي راه يحكم هو الجيش واحد ما يغلطكم الجيش هو اللي راهو يحكم في البلاد مش من الان راه عصابه هي اللي تحكم عصابه عصابه هي اللي راه تحكم راحت عصابه جات عصابه اخرى وراهم مداولين على الخيرات نتاع الجزائر كاين ناس وطنيين كاين ناس شرفاء كاين ناس مجاهدين كاين ناس مخلصين هذو الروس نتاعنا هذو الروس نتاعنا ولما رانا نقولوا في هذا الكلام احنا ما رانا نتودوا حتى الواحد ولا رانا نغازلو في حتى واحد الناس المخلصين والناس الشرفاء وين ما كانت المواقع نتاعهم هذو فوق روسنا حنا رانا نحكيو على العصابه التوفيق راح ولكن العصابه نتاعو مازالها تخدم مازالهم موجودين في الخارج كاينين صحفيين راهم يخدموا معاه كاينين ضباط راهم يخدموا معاه وكاينين راهم بارتو في الصحافه في القنوات الفضائيه بارتو راهم موجودين مش غير وحده وهذا ستان كلون راهم يخدموا كاين دي كلون ضد بعضهم اللي يقول لك باللي هذا الصراع تاع الاجنحه ما كانش هذا راه ما هو فاهم فيها حتى شي والله راه يبيعكم في الريح الصراع الاجنحه ما ناش حنا اللي درناه وهذا سعداني كان مكلف بين مهمه داروه كانوا عاطيين له بعض الصلاحيات كان يتحرك من بعد حاشاكم كيما الدب هذاك اللي عندهم الصريمه نتاعو خلاص درك جبدوا الرسيمه الصريمه هذيك خلاص انتهت المهمه نتاعو وربما كش ما يكلفوه بمهمه اخرى هذه الان القضيه نتاع تاع جبهه التحرير راها مرتبطه بالانتخابات ما عندها حتى تفسير واحد اخر الانتخابات كاين انتخابات تشريعيه انتخابات والرئاسيه ما عندها حتى تفسير واحد اخر امين العام لازم يمشي مع الرئيس اللي راهم رايحين يديروه هذا مكان درك الرئيس شكون هو اللي راهم رايحين يديروه راها الايام تبان تبان يا هل ترى في في من راهم يفكروا في او راه الايام تبين ويحيى سلال حمروش حمروش يجيو ليه الا كان احتاجوه ما مش حاطينه في الخيار رقم واحد إلى كان زيرو لانه حمروش موش انسان سهل موش انسان آه قال يحملوا عليه كاين اللي موظف كيما ويحيى ذوك موظفين مع مشكلة ما عندهم حتى مشكل معهم كيما هذا ولد عباس هذا اللي حطوه دوك في جبهه التحرير هذا انسان متملق انسان يتبع ما ما, عندهمش حتى يقولوا له ما كان حتى مشكله يمشي يعني يضحك ويعقب بصح حمروش موش من النوع هذاك اللي يتقيا وياكل القيان نتاعو هذاك حمروش انسان عنده مبدا وانسان عنده كرامه قد نختلف معاه في بعض المسائل مش مشكله ولكن الانسان ما يبخصش الناس الحقوق نتاعها كاين الانسان اللي عنده المروءه وانسان راجل وانسان عنده افكار وعنده تصور وعنده كذا نختلف معاه ما نتفقش معاه نعارضه مش مشكله ولكن كاين انسان اللي ما عندوش شخصيه وهذا هو الخطر هذا هو الخطر في البلاد لما يكون انت رئيس جمهوريه ما عندوش شخصيه هذا خطر كبير في البلاد احنا نحوسوا على راجل يخبط يدو على الطابله كيما بومدين فهمت ماناش نحوسو هنا على دجاجة يحط لك انت واحد من بعد عيطوا بالتليفون قال هز هز كواغتك وروح تروح يعني اذا كان زروال اللي هو عسكري وشاوي ومنفعش يجيوا وما, وما نفعش معاهم يجيو هذا هذو يوسيو ما ما ينفعوش معاهم اذا المهم الاخوه الاكارم ما نطولش عليكم اتمنى هو ان راني وصلت لكم الوجهه نتاع النظر تاعي في هذه المساله يبقى هذا الراي ماكمش ملزمين به اللي شاف فيه فايده يخذ به واللي ربما شافه ما يساعدوش الله يسهل عليه المهم انا راني حبيت نمد الوجهه نتاع النظر تاعي في هذه المساله لانه شفت بعض الناس هكذا يخلطوا وكاين الناس يستغلوا مثل هذه المواقف البارح كان يقول البارح برك كنت نسمع في واحد هكذا كان يغني في واحد الغنايه واليوم طاير بالفرح كل يوم يبدلوا المواقف نتاعهم يستغلوا مثل هذه الاحداث على جال باش هما يركبوا البارح واحد يطبل السعداني هذا حطوا من الوطنيين الكبار اسد من الاسود واليوم ولا هذا واسمو واش اسمه هذاك هذا اللي داروه في بلاصتو هذا ولد عباس صار شخصية كبيرة الناس ما عندهمش مبدا وهذه ذكرها طامة ولات في البلاد ما عندوش مبدا يعني يلقى الصالحة نتاعو خلاص يبيعك بربعة دورو احنا محتاجين الرجال نتاع مبادئ محتاجين الرجال اللي يخدموا على البلاد ويضربوا على البلاد هذو هما اللي محتاجينهم ماناش محتاجين الناس انا ذوك سعداني روح ربي يسالي عليه غلط ولا صحيح انتهى امره روح بسلامة بالعافية مش حباش درك انا البارح كانوا يضربوا في الزرنا لسعداني كانوا يسبوا فيه وكانوا كانوا ناس اللي هما كانوا البارح يضربوا له في الزرنا وذرك غير مجرد هو انه شافوه باللي اعلن الاستقاله انتهى وخلاص روح شوف درك القنوات الفضائيه هذو ولا كاش واحد عاد على بالو بيه والله كاش خطر علاه على بالهم باللي راه جاه المارطو فوق راسو على بالهم باللي راهم كاينين الصحاح الفوق بالتالي ما الا مره كان يعد فيهم ولا كش ما راه كان يقولهم انتهى العمر تاعو خلاص راح والناس راه تمشي مع الوقف تمشي مع الواقف ما عندهمش قال مثلا مبدع راهم يمشيو معاه راهم يمشيو كاين اللي راهو يمشي مع البلاد يمشي مع البلاد عنده مبادئ ويناضل من اجلها وكاينين اللي هذا اللي... ما عندهمش هذه المبادئ وهذا والله التضحيات من اجل الوطن والله تهضر له نتاع التضحيات يقول لك يا روح روح ضحي وحدك شو من تضحيات هذه وهذو ناس راهم خطر على البلاد حنا دوك لما رانا نتحدثوا في هذه القضيه انا قلتها شحال من مره اقسم بالله العلي العظيم لو كان لقيت ناس راهم يتكلموا بصدق يعني دون حسابات كان اللي راه هو يخدم مع التوفيق ويبين في روحه باللي راه هو ضد التوفيق يخدم معاه لو كان لقيت ناس صادقين وراهم يخدموا للجزائر والله العظيم نتكلم والله غير نلتب اموري نقعد راني يا سيدي عندي الوقت هكذا والله نقرا ولا نتبع والله نسمع والله نشوف ولكن ما لقيناش ما لقيناش ناس اللي راهم فايقين بالالاعيب نتاع هذا الناس وراهم قال مثلا يوعيو في الناس حنا واش اللي رانا نديرو فيه هو انه نحاولوا على جال باش نرفعوا من الدرجه نتاع الوعي هذا مكان ما عندي حتى حسابات انا مع شخ... مع هذا سعداني في شخصه هو والله اي واحد اخر حنا راه الشيء اللي همتنا هي الجزائر والشيء اللي هذا رانا به من خلال هذه التعليقات هو على جل باش ما يكل الحكم ما يبقاوش دائما يكل الحكم ها روحوا عاودوا ارجع التصريحات نتاعنا على سعداني والله على على على, على ناس واحد اخرين قلت لكم انا شحال من مره الشيء اللي هو يخرج البلاد هو اننا نبتعدو على التصفيه نتاع الحسابات نبعدو على التصفيه نتاع الحسابات الجزائر باش نخرجوا من هذه الازمه اللي رانا فيها ما لازمش الانسان يبقى مركز على النقطه هذه نتاع سعداني هذه راها حاجه وتفوت ما لازمش الواحد يركز على الانتخابات التشريعيه والله يركز على الانتخابات البلدية والله الانتخابات الرئاسية هذه راها وسيلة فقط لازم التركيز نتاعنا يكون على الجزائر والجزائر مش نتاع منطقة قال واحد ذكي يخمملي في تيزي وزو ولا واحد في عنابة والله واحد يخمم لي في سطيف والله واحد يخمم لي في غردايه والله يخمملي في عين صالح الجزائر لازم كامل شبر شبر نخموه في الجزائر والجزائر هذه لازم نعيشوا فيها كامل ما كان حتى واحد راهو كتبلو الجزائر باسم مو ولا باسم باباه حتى واحد الجزائر تاعنا كل كيل إسلامي كيل علماني كيل وطني كي اللي أمن كيل ما أمنش كيل حيوان كل كي جماد الجزائر تجمعنا كل تجمع الناس كامل اللي راهم كامل كاين مشروع نتلاقاو فيه كامل نتناقشو معليش يا سيدي نختلفوا مش مشكله نختلفوا نتناقشوا ومن بعد نوصلوا النتيجة يا سيدي لا مشتاقين هدرا نهدروا عام ومن بعد نوصلوا النتيجة نوصلوا النتيجة ونحلوا هذه الاشكال نهائيا ونوقفوا بالجزائر لما تشوف انت درك دول راه منكم اللي راهو خرج للخارج وراهو شاف دول كيفاش الناس محروقه بالشمس وما عندهاش تريسيتي عندهم الطاقه وما عندهمش, عندهمش الكهرباء كيفاش الناس تحت الارجل نتاعها الانهار تمشي وهما عطشانين ناس الاراضي بور وهم يستوردو في البطاطا وقس الى ذلك تشوف انت دوك راهم ناس راهم في النازا ما شاء الله راهم في جامعات راهم في مستشفيات راهم في اماكن تلقى انت يا صاحبي واحد حير في دواء في الجزائر هذا هو الشيء اللي ضرنا. حابين احنا رانا عايشين في الخارج كاينين الناس اللي راهم كذا حابين على جال باش بلادنا تتطور وتصير زينت البلدان وعندنا كل شيء عندنا كل شيء والحمد لله راه الواحد تعلم في هذه الهجرة هذه حابين نفيدوا البلاد نتاعنا كاين طاقات كاينين رجال كاينين مخلصين ورام قادرين يساهموا في البلاد هذه نتعاونوا كامل على جل باش نفيدوا البلاد اما هذه المسائل هذه راها أه يعني حاجه فايته هذه ماشي حاجه اللي راها رايحه تدوم يا سعدك يا فعل الخير هاي دوك واش ديت معاك سعداني واش دا معاه راه واحد راه ينفعو واحد ما راه راه ينفع راه ذكي يبقى هذا التصريحات نتاعو تبقى طارد فيه طول حياته اللي راهو دارها الاخطاء نتاعو أه الاشياء الجميله اللي راهو دارها راه تحسب له. والاشياء اللي راهو اسمو راه تحسب عليه وكلنا هكذا مش غير هو كلنا يا سعدك يا الانسان اللي فعلت الخير وخليت الناس تهدر على الخير تاعك هم كاين الناس اللي راهم ضرك موتا وهم الناس يدافعوا عليهم لانه خلو مشاريع وخلو وخلاو وخلاو والانسان اللي راهو درك هو خلى الشر راهو الشر نتاعو يهضر عليه هذا باختصار المهم الاخوه والاخوات من طول عليكم نلتقي ان شاء الله في فرص واحده اخرى الى ذلك من الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته